أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. احنا هنتناول القضيتين. بالاول قضية التخابر اللي هي رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة نصر أول. القضية عبارة فيها 36 متهم، 23 حاضر، منهم واحد توفى إلى رحمة الله، ومعاهم في 13 غايب هارب، حيث أن جماعة الإخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس عام 1928 على أيدي مؤسسها حسن البنا، وضخ في عروقها مزيجا بين الدين والسياسة، ظاهرها الدين وباطنها السياسة، وصارت أجيالها متعاقبة من المؤسسين لها والقائمين على إدارتها وأعضائها والمنضمين إليها على دربه خلط بين أيديولوجية طائفية بغيضة تتبناها تلك الجماعة، تهدف إلى السياسة في الأساس وترمي إلى الحزبية وإن تقنعت برضاء الشريعة الإسلامية. فكان الخلط بين الإسلام المستقيم المستنير وتلك الأيديولوجية الرامية إلى سلطة الحكم بالأساس تحت زعم الخلافة الإسلامية التي هي في الفطرة الإسلامية الصحيحة لا تعدو سوى أن تكون نظاما لحكم وليس مبدأ ديني. أما في منظور تلك الجماعة فإن الخلافة هي عقيدة وأصل من أصول الدين. واستمر حال تلك الجماعة مع تعاقب أجيالها على نهج لتحقيق أغراضها المتشوقة للوصول على سلطة الحكم بأي ثمن، حتى ولو كان على حساب الوطن والشعب، فلا راجع لها ولا تحريم عليها، وأباحت إراقة الدماء بين أهل الوطن، وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية خارج البلاد والوطن مصر لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت ستار الدين والإسلام خلافا لأحكام القانون، حيث أنه من المقرر وفقا لقانون السلطة القضائية أنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، بين أن هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم الثالث محمد مرسي عيسى العياط بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة، بزعم أنه ما زال رئيسا للجمهورية، وأن هذه المحكمة
ليست محكمته ولا قضاته، بل تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات تشكيل خاص طبقا لنص المادة 159 من دستور 2014، والتي تقابل المادة 152 من دستور 2012. فإن هذه المحكمة تقدم لقضائها وبالقدر اللازم قانونا ردا على هذا الدفع أنه ولئن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا أنه يجوز لها أن تستند في أسباب هذا القضاء إلى ما هو علم عام للكافة، وأحداث تناولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بمصر بل وفي العالم بأسره. فإذا كان يوم 30 يونيو 2013 ومع بزوغ شمس فجر ليل طويل حالك السواد استمر عاما كاملا، هي مدة حكم جماعة الإخوان المسلمين، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في القلوب، إذ خرجت جموع هذا الشعب المصري الأبي في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وطياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام، معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذي يمثله المتهم محمد مرسي وباقي أفراد جماعته الإرهاب الإخوانية، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب من غير الإخوان المسلمين وفرقوا بين أبناء الشعب الواحد، وبدلا من استجابتهم لمطالب الشعب وحقنا لدماء بدأت تظهر في الأفق بانقسام وشيق بين أبناء الشعب الواحد، فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بتمسك المتهم محمد مرسي بالسلطة ودونها الرقاب، واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقع محبطا للأمال، فالتفت كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة بجميع اتجاهاتها وطوائفها وشبابها حول هذا الشعب دعما لإرادته في تغيير نظام حكم فاشل، إلا أن يفرق بين أبناء هذا الوطن ويجعلهم شيعا، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن الذي ظل متماسكا على مدار تاريخه. فلما أينعت هذه الثورة الشعبية الجارفة صاحبة السيادة باعتبار أن السيادة للشعب، إن السيادة للشعب، فانحازت إليها القوات المسلحة في 30 يونيو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة به شعب مصر العظيم، تضمن أن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، وانتهت في بيانها بعد التشاور مع رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب إلى اتفاق المجتمعين على خارطة مستقبل
تتضمن خطوات أولية تحقق بناء على مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وطياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ما اشتملت عليه أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلف قوات المسلحة قد عزلت تلك الثورة المجيدة رئيس الدولة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها مثيلا لها. فزالت صفة المتهم محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التي ورد عنها بديباجة دستور مصر 2014 المستفتى عليه من الشعب تكريما لها واعترافا بها وبفضلها. هذا دستورنا بأنها وثورة 25 يناير فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. وإذ كان ما تقدم وقد ثبت للمحكمة بيقين جازم ودليل قاطع أن المتهم محمد مرسي عيسى العياط قد زالت صفته كرئيس للجمهورية على النحو المتقدم منذ 30/6/2013 وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة التي تنظر الدعوة بعد هذا التاريخ الأخير، أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية، فلا يكون هناك مجال لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور الحالي من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه. ومن ثم يكون الدفع بعدم إخصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة وببطلان إجراءات التحقيق وأمر الإحالة غير سديد خليقا بالرب. وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم فإنها لا تعول على إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها. وإذ لم يلقى دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فقد قام الدليل المقنع القاطع الجازم على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم، فإنها أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية
لإبداء الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام فيما أسند إلى بعض المتهمين، حيث أنهم بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن رأي الشرع أن المقرر شرعا أن الاتفاق بين الشركاء المباشرين على ارتكاب الجريمة، بمعنى أنهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث والوصول إلى تحقيق غرض معين ويتعاونون أثناء وقوع الحادث على إحداث ما اتفقوا عليه، وكانت القرائن الثابتة بالأوراق القاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب بأخذ الرأي الشرعي بالنسبة لهم وغيرهم من المتهمين الآخرين. وكان من المقرر شرعا أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم الدلالة على أمر مجهول، وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا أو احتمالا، ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم، ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده. ومن المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فتنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد المقرر المقدر لله تعالى فتنقسم إلى جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى وإلى جرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله فيها حق، وجرائم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الأخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة. وأن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وما لم يرد بشأنه فحد فعقوبته التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينيبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب، وهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل. ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأجاز الكثير من الفقهاء أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، إذا كان فساد المجرم لا يزول إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة. ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون، كل ده تقرير المفتي، الرأي الشرعي
لما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين أنهم قد تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد تنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا معهم على التعاون في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد بقطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد وقد وقعت تلك الجرائم بدفع مجموعة من تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطرق مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت الشرطية والعسكرية والسجون المصرية فضلا عن ترويع الآمنين وسلموا لدولة أجنبية عناصر الحرس الثوري الإيراني العديد من تلك التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد كما أفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما أسسوا جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ومصالح الدولة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض وكان هذا كله ظاهر وبين من أوراق القضية وقد أقيمت الدعوة بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهمين ولن تظهر في الأوراق
شبهة تسقط العقوبة عنهم، كان جزاؤهم الإعدام تعزيرا لما اقترفوه. وحيث أن المحكمة وبإجماع آراء أعضائها لم تجد للمتهمين المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله باسم الشعب الذي تصدر الأحكام وتنفذ باسمه. وبعد الإطلاع على المواد 14 و304 فقرة 2 و309 313 319 381 348 384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 2 أولا وثانيا بند ألف، و17 و30 32 و40 ثانيا وثالثا، و41 أولا، 77 80 80 ب 83 ألف على 1 85 فقرة 1 و4 85 ألف على ألف و ب و 86 86 مكرر على 1 و 2 86 مكررة ألف على 1 و 2 86 مكرر جيم و86 مقرر دال من قانون العقوبات، والمادة 2 فقرة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية. حكمت المحكمة أولا حضوريا، واحد بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ومحمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبد العاطي بالإعدام شنقا كما عما أسند إلى كل منهم. اثنين بمعاقبة كل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد مرسي عيسى العياط، محمد سعد توفيق كدتني، عصام الدين محمد حسين العريان، سعد عصمت محمد الحسيني، حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، عصام أحمد محمود الحداد، محي حامد محمد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوت حمود حجازي رمضان، خالد سعد حسنين محمد، جهاد عصام أحمد محمود الحداد، عيد محمد إسماعيل بحروب، إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، كمال السيد محمد سيد أحمد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيل بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم وبمعاقبة كل من المتهمين محمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إلى كل منهما. ثانيا غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزت إبراهيم عيسى
ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي وعمار احمد محمد البنا واحمد رجب رجب سندس سندس عاصم سيد شلبي وابو بكر حمدي كمال مشالي واحمد محمد محمد الحكيم ورضا فادي محمد خليل ومحمد اسامه محمد العقيد وحسين محمد محمود الازاز وعماد الدين علي عطوه شاهين وابراهيم فاروق محمد الزيات وابراهيم فاروق محمد الزيات بالاعدام شنقا عما اسند الى كل منهم. ثالثا بانقضاء الدعوى الجنائيه بالنسبه للمتهم فريد اسماعيل عبد الحليم خليل بوفاته الى رحمه الله تعالى. رابعا بمصادره المضبوطات وبالزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائيه وفي الدعوى المدنيه المرفوعه من دعاء محمد رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه والزمتها بمصروفاتها و200 جنيه مقابل اتعاب المحاماه. رفعت الجلسه.